تأكيدات بثراء الموارد الاقتصادية والبشرية التي تتحلى بها القارة السمراء والكفيلة بدفع التنمية المستدامة قدما كما يتطلع الكثيرون وكما نتطلع كأفارقة جميعا. ينعقد منتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا 2016 وسط كثير من التحديات والتعويلات أيضا بأن تلعب القارة السمراء الدور المنوط بها وأن يتم الاهتمام بشكل أكبر وتفعيل هذا الاهتمام على أرض الواقع حتى تحتل المكانة التي تستحقها وينظر لها أيضا كشريك على قدم المساواة وليس بمنطق اليد السفلى التي تتلقى الدعم من هم لا ينظر إليهم بأنهم على قدر هذه المساواة. بالتأكيد شعار أيضا يفرض نفسه بقوة على ما تشهده هذه القمة أو هذا المنتدى من فعاليات ليومها الأخير اليوم، وهو شعار اليد المفتوحة الذي يعكس بالتأكيد كثير من المفردات المختلفة والتعاطي غير التقليدي مع الأزمات التي تشهدها القارة، وفي المقام الأوفى الربط بين الجمود السياسي والركود الاقتصادي ربما الذي تعاني منه القارة الإفريقية. كثير من المحاور وثيقة الصلة نتوقف عندها كثيرا من خلال مشهدنا اليوم، وبصحبتي في هذه الحلقة المهندس محمود محمد أحمد نائب رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي العربي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. اسمح لنا سريعا نتعرف على يعني آخر ما توصل إليه هذا المنتدى من خلال ما شاهده من فعاليات يعول أن يشكل حراك أساسي أو منبر حقيقي ننطلق منه إلى أفاق إفريقية وربما دولية أرحب من خلال التقرير التالي، ونعود إليكم للمزيد من المحتوى. كأول محفل من نوعه يعقد بمصر، بدأت فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية إفريقيا 2016 والمنعقد حاليا في شرم الشيخ والذي تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة الكوميسا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد افتتح أمس المنتدى الإفريقي والذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص يتقدمهم رؤساء السودان ونيجيريا وتوجو والجابون وغينيا الاستوائية ورئيس وزراء إثيوبيا. ويشارك في تنظيم المنتدى كلا من وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي بالتعاون مع كل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وهيئة الاستثمار الإقليمية التابعة لمنظمة الكوميسا وتحت مظلة لجنة الاتحاد الإفريقي. ويعد المنتدى استكمالا للجهود المصرية لتحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، فالاتفاق الثلاثي التاريخي بين الكوميسا والصادق ومجموعة شرق إفريقيا والذي عقد في شرم الشيخ في يونيو الماضي من عام 2015 كما يمثل أكبر تكتل تجاري في إفريقيا ويضم 26 دولة بإجمالي ناتج محلي يصل إلى حوالي 1.2 من عشرة تريليون دولار وسوق تحتوي على ما يقرب من 620 مليون مستهلك. المنتدى يضم تجمع ل 26 دولة يمثلون ثلاث تجمعات إفريقية الكوميسا وشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي سادك، وإجمالي دخل تجمعات الثلاثة بلغ 1.2 تريليون دولار ما يمثل 53% من إجمالي دخل القارة الإفريقية التي يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة بما يعادل 57% من سكان القارة. موضوعات خمس رئيسية يطرحها هذا المنتدى وهي استثمارية في المقام الأول متمثلة في الطاقة، البنية التحتية، الصحة، الدواء، الزراعة وقطاع التكنولوجيا والاتصالات. بالتأكيد هناك الكثير من الدلالات التي تنطوي عليها مثل هذه الأرقام والمعلومات نتوقف عندها وتكون أول انطلاقة نتواجه بها في تساؤلاتنا مع ضيفنا الكريم المهندس محمود محمد أحمد نائب رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي العربي. يعني رأي حضرتك إزاي ده ممكن زي ما سبق وقلنا في التقديمة ممكن يشكل مفردات جديدة للتعاطي مع الأزمات اللي بتشهدها القارة اللي بتشكل معوقات أمام تحقيقها لأحلامها الكثير جدا اللي بتصب على الأقل في أن يكون في اندماج اقتصادي بين أطراف القارة نفسها حتى يؤهل للوقوف أمام الاندماجات والتكتلات الاقتصادية العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم،
احنا كلنا نعرف ان طبعا الرئيس السيسي مهتم اهتمام كبير جدا جدا بافريقيا، لانه عارف قيمة افريقيا وعارف قيمة ان دي الباب او المنفذ الرئيسي لينا للتجارة والصناعة وللمباني والتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا. احنا منفذ لافريقيا كلها، احنا ممكن نستغل الجزء دوت في افريقيا، ان احنا عندنا العمالة الفنية المدربة، عندنا المهندسين اللي هم موجودين، عندنا الدكاترة، عندنا كل المهن اللي موجودة عندنا في الموجودين في مصر. طيب احنا النهارده يعني لما اجنا حتى لو نقلت تكنولوجيا من اوروبا، اوروبا النهارده بتحجم عن ان هي تبعت ناس من اوروبا لافريقيا، لان هي عندها نقص في العماله الموجوده عندها، عندها نقص في الناس في الموارد البشريه الموجوده عندها، وفي نفس الوقت عندها تخوف من انهم يروحوا افريقيا. طب ما انا اكون البوابه الرئيسيه بين دول اوروبيه وامريكا الى افريقيا. احنا النهارده في البنيه التحتيه، في البنيه التحتيه مطلوب مشروعات كبيره جدا جدا في افريقيا، وعندنا العمال بتوع المباني، وعندنا شركات المقاولات، وعندنا الشركات المختصه بهذا الكلام، عندنا في تكنولوجيا المعلومات احنا متقدمين جدا في تكنولوجيا المعلومات، وممكن ننقل تكنولوجيا المعلومات الى الجزء بتاع افريقيا. عندنا صناعه الدواء، احنا متقدمين جدا في صناعه الدواء من زمان جدا، وعندنا مصانع الادويه، وعندنا صناعه الدواء ممكن ننقل في افريقيا في هذا الكلام. بس لازم يكون التعاون على اسس سليمه، التعاون بين الدول الأفريقية والدولة المصرية النهاردة يكون على أسس سليمة، بين القطاع الخاص وبين القطاع الخاص هناك، أو بين الحكومات والحكومات بتفتح الشغل للقطاع الخاص وبتعمل الأرضية اللي هي الأرضية اللي تقدر نشتغل عليها. طب يا فندم، إيه الأخطاء المفروض إن إحنا نتلافاها في تعاطينا المستقبلي؟ لأن بالفعل إحنا مش حديثي العهد بالتكتلات الإفريقية، موجودة من 4 عقود لكنها للأسف لم تخلص القارة الإفريقية من الفقر والمرض والصراعات والمشاكل الحدودية وغيرها من المشكلات اللي هي فعلا هي العقبة الأساسية أمام تحقيق النمو المستدام. يعني إيه الجديد اللي ممكن تنطوي عليه هذه التكتلات؟ إيه الجديد اللي ممكن نشهده من خلال منتدى زي منتدى الاستثمار والتجارة في أفريقيا اللي بنشهد فعالياته حاليا، اللي ممكن يعني يغير المستقبل؟ إحنا يمكن من الدولة المصرية ابتدت في أفريقيا من زمان طبعا، وكان عندنا شركة النصر للتصدير للإسراد والتصدير من الشركات اللي هي ابتدت في أفريقيا، وكان فتح مجال كبير جدا، واحنا كان اتصالاتنا بالرؤساء الافارقه واتصالاتنا احنا صرفنا كتير جدا جدا في البنيه ان احنا نبني العلاقات الطيبه بيننا وبين افريقيا، لكن خسرنا كل المصروفات دي عشان ما استكملناش، فبنكملش الحاجه، بنبتدي حاجه الاول وبنبتدي بنصرف عليها وبنعمل عليها مصروفات وبنعمل عليها استرس جامد جدا، وبعدين بنسيب الحاجه ما بنكملش. لو كنا كملنا كنا دلوقتي اساسا ان احنا كنا فتحنا افاق جديده جدا جدا في افريقيا، فما فتحناش هذه الافاق. افريقيا فيها طبعا كان فيها تخلف، كان فيها بعض الحاجات اللي البنيه التحتيه مش موجوده. النهارده افريقيا بتتقدم تقدم سريع جدا جدا، الدول الافريقيه بتتقدم سريع جدا، الصين دخلت، الفار ايست دخل، اوروبا دخلت، اوروبا الشرقيه دخلت، كل العالم دخل في افريقيا. احنا تاخرنا في دخولنا تاني في افريقيا، تأخرنا في دخول السوق الأفريقية. احنا ما بنعدش ان الاعداد جيد، ما بنعملش للناس اللي هم رايحين، يعني لازم نفتح لرجال الاعمال ازاي المجال هناك، ايه المجالات المفتوحة، واساعد رجال الاعمال المجالات المفتوحة ايه اللي تشتغل فيها، اذا كان هيشتغل في صناعة النسيج، اذا كان هيشتغل في صناعة الادوية، اذا كان هيشتغل في الكونستراكشن، اذا كان هيشتغل في الصناعة، لازم افتح له المجال، اقول له ادي المجالات اهي المفتوحة اهي، ويكون في دراسة واعية لطلبات السوق. ايوه الدراسة دي تكون موجودة، وكمان اعداد جيد جدا للناس اللي هتروح هناك، اعداد جيد، لازم اعرفهم ايه طبيعة الناس الموجودين هناك، ازاي بيعمل علاقة جيدة بينه وبين الشعب الموجود هناك، ازاي الناس اللي هناك طالبين ايه. احنا ما بنعملش خالص اورينتيشن للناس اللي رايحين، بنروح دولة واحنا ما نعرفش حاجة عنها، فبيكون العلاقات ما بتقدرش تكون علاقة جيدة بين الشعب المصري والشعب اللي هناك، فبتبوصي بعض العلاقات بان في ناس بتروح ما بتعرفش ايه طبيعة الناس هناك ايه. لازم اعرف طبيعتهم ايه، ايه الحاجات اللي هم بيحبوها، ايه الحاجات اللي ما بيحبهاش، ايه العلاقة الجيدة ما بينهم. هل ممكن يحصل يا باشمهندس نمو وتنفيذ للمشروعات التنموية في وقت الأفق السياسي في متعثر وفي أزمات كتير جدا بتعصف القارة؟ والله هو الاقتصاد هو اللي بيفتح السياسة النهاردة. شوف جميع الدول النهاردة بيستفاد منك ايه وانت هتفيديه بايه، لو انت فتيه اقتصاديا وابتديت